السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. أهلا بكم في حلقة جديدة من قناة زراعة بسيطة. زي ما وعدناكم كل شهر بنعرف مع بعض أول كل شهر هنزرع إيه الشهر ده. شهر أكتوبر من الشهور المميزة، ويعتبر ده بداية فصل بداية المزروعات الشتوية اللي احنا نقدر نزرعها. هنتعلم مع بعض، هنعرف مع بعض إيه اللي ممكن نزرعه في شهر في أكتوبر. الفراولة، الكزبرة، والشبت، جميع أنواع الخضروات، الكرنب، كمان نقدر نزرع النعناع، الخس أيضا عن طريق الشتلات، كمان نقدر نزرع بذور الجرجير، الجزر أيضا يمكن زراعته في شهر أكتوبر. كمان ينفع نزرع السبانخ، البصل ايضا ده موعد زراعته، التوم كمان في شهر اكتوبر، الفول البلدي طبعا اللي كلنا بنحبه نقدر نزرعه في الوقت ده، البطاطس كمان دي العروة الشتوية وده موعدها، الطماطم ايضا.